مشاهدينا الكرام عشاقي الأصالة، هكذا نستمر مع تحديات انطلاقات سن الإذاعة في هذا اليوم، هذا الملتقى السنوي الكبير من شعارات أبناء القبائل أبناء الخليج لمشاركتهم في هذه الأيام في ختامية المرموم السنوي لعام 2022. يسير شوطنا أيضا التاسع في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الأبكار المهجنات الأصايل. أول الأبكار المحليات الأصايل عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير. أسير إلى مقدمة الشوط وأتابع الصدارة والمركز الأول، نتابع الآن من تقدم هذا الانطلاق الجميل نحو مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى. هذه النايبة عبد الله بن مبارك بن عامر الحبابي، بينما التغيير اللي جرى وطرى في هذه اللحظة من قبل اللي هي شايبة لأحمد بن سلطان الحلامي، يتقدم راعي موج وشعار موج من المركز الثاني إلى الصدارة الأولى، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأجد القدوم من الشرود خالد بن حمد بن راشد النعيمي، يأتي الآن مع المركز الثالث بينما ناخذ الوصول إلى المركز الرابع، وهذه هي المسك لمحمد بن سعيد بن زاهر الخيالي على مستوى المركز الرابع وخامسا. من تتقدم شواهين علي بن احمد بن مانع برحمه الشامسي الى المركز الخامس، بينما في المركز السادس ارى الوصول والقدوم في هذه اللحظه من قبل مياسه احمد بن عتيج بالهلي، هذا اللي واصلنا الى المركز السادس، بينما في المركز السابع وتقدمت الان اوصلت ارباح بشعار احمد بن خلف بن براك اللي يتقدم الى المركز السابع، بينما في ثامن المراكز وهذه الوسميه بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، وتاسعا تقدمت الان ووصلت في هذه اللحظه تشريف علي بن سالم بن محمد الوهيبي، وعاشرا للي تقدمت واللي ايضا تسللت في هذه اللحظه اوصلت ايضا ادغاشة تتقدم في هذه اللحظة، راشد بن سعيد بن منانة يتقدم شعار عصفيرة الى المركز العاشر من خلال تقدمه، هكذا هي النتيجة والنداء للعشرة المراكز الاولى، ولكن كمية هائلة من الشعارات القوية اللي مختلفة بالوانها المزينة لارضية هذا الميدان بالحضور بالتشريف في ميدان المرموم الشهير، او قالوا المرموم منشأ للصايل والذلل من كل ميدان عن الله. هكذا مشاهدين الاعزاء الاسماء اللي تشاهدونها اللي تبحث عن الانجاز في ختامية المرموم السنوي الكبير، عودة الى المقدمة الاولى، عودة الى الصدارة والى تشريف من شرفت بحضورها وتسلمت المقدمة الاولى في هذه اللحظات وفي الصدارة الاولى. يتقدم علي بن سالم بن محمد الويبي ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في هذا اليوم، بينما النقل على المركز الثاني وتقدمت الان نحو المركز الثاني الوسمية مع الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، ولكن ادغش من تبحث عن الفوز وعن الانتصار، يقدمها راشد بن سعيد بن منانة، يتقدم المتحدي بالتضمير والمتابعة من خلال تقدمه، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع ومن تقدمت
تقدمت الان وصلت هذه دمعه عماد بن غريب بن سعد الينيبي. يتقدم عماد بينما نراقب اللي واصل هذه هزر علي بن سالم بن خليفر المالكي على المركز الخامس. المركز السادس من تقدمت مياسة حميد بن عتيج بالهلي الهاجري يتقدم في هذه اللحظات بينما نراقب هناك كذلك من تقدمت احمد بن سالم بن سعيد بن منان يصل في هذه اللحظة. وتقدمت شواهين علي بن احمد بن مانع برحمة الدرمكي وتقدمت الاسماء الغوية. اختلط الحابل بالنابل من خلال توجهنا الان الى المغصورة الرئيسية والشوط الى وين يا مشاهدين يا متابعين الكل يبي يدون اسمه بيحرفه من ذهب في ختامي دبي في ختامي المرموم السنوية الكبير. الله 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 عودة الى الوهيبي. الوهيبي مسيطر مع تشريف علي بن سالم بن محمد الوهيبي. يا راعي فرحة ينتظرون اهالي السلطنة الفوز ينتظرون الفوز والانتصار ولكن هزر علي بن سالم بن خريفر المالكي يتقدم الى المركز الثاني وحفلة وصلت الان حفلة تقدمت ابي شعار مبارك بسعيد بن غفان اليابري ما يبنى لها طاري الا في هذه اللحظات والف وميتين يا مشاهدين الف وميتين والشعار الاقتصادي الكبير يتقدم من السياج الخارجي ليقدم لنا اعتدال فري بن علي بن حمود يصير راعي مياسه وحمد بن حمدون الوهيبي يراقبها في عمليه التدمير يراقبها وهناك الله 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 شعار محمد بن غانم بن حمود هناك من الزاوية اليمنى يتقدم بن غانم والأسماء اللي تقدمت وتحركت هناك تحركت اللي هي حضور عوض بن عبيد بن محمد الوهيبي ولكن عودة جولة الأوامر النهائية ولا زال مسيطر الوهيبي على المقدمة الأولى على الصدارة ما شاء الله حضور ولا هنا مشاهد الكرام بالتشريف نعم تشريف وغيرت في هذه اللحظة من اللي قادمه من اللي واصله عوايد حمود بن مبارك بن حمود المنصوري راح إلى غياثي ميدان غياثي هناك في منطقة الظفرة بالفعل سلامي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي تحقق لنا عوايد وكعادتها عوايد الى الفوز الى الانتصار ولكن تحركت الان هزر علي بن سالم بن غريفر المالكي وبن حمود مع اعتدال فري بن علي بن حمود ولكن الحذر احمد بن غفان بغليطه القمزي راح الى الفوز تهانينا والناموس غير للحظات الاخيره تهانينا لاحمد بن خلفان بن راشد بن غليط القمزي اللي فاز بناموسي هذا الشوط بينما في المركز الثاني وصلت مشاهدينا الاعزاء اعتدال فري بن علي بن حمود والمركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام لعوايد لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري وفي المركز الرابع وصلت اللي مشاهدينا الاعزاء مرموقه لسعيد بن محمد رصاص المنصوري وخامسا ايضا وصلت حضور لعوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجه عوده للتوقيت الزمني 9:04 وجزءا واحدا من الثانيه تهانينا والناموس لمالك الحذر اللي تالقت بشعار احمد بن خلفان برايد بغليط القمزي. المركز الثاني وصلت اعتدال بتوقيت الزمني 9:06 9:03 ستة أقزام الثانية. نعم تهانينا لفري بن علي بن حمودة المركز الثالث عوايد وصلت في المركز الثالث 9:06 ثواني سبعة أقزام الثانية
او 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري على فوز عوايد بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.